تشكو البصرة من غياب الاهتمام الحكومي، فعلى الرغم من الموارد التي تتمتع بها المحافظة والأموال التي تجنيها من المنافذ الحدودية، لا تزال بوابات المدينة متهالكة وشوارعها الرئيسية متأكلة وبحاجة إلى إعادة تأهيل. هكذا هي حقيقة مداخل البصرة الرئيسية، أغنى مدن العراق، واجهتها أقل ما يقال عنها بائسة. بوابة وصل عمرها لعشرات السنين تربط مركز المحافظة بشمالها، لم تحظى بنظرة حكومية رغم تهالكها. من المعقول أنه واجهة البصرة اللي هي تعتبر عاصمة العراق الاقتصادية من حيث الموارد من الموانئ والنفط وكثير الصادرات والواردات لمحافظة البصرة، وأول ما تجي البوابة البصرة بائس جدا. يعني إذا تريد أن ننظر لها منظار بعيد كمداخل كربلاء ومداخل الأنبار، شوف المدينة أول ما تدخل يفتح قلبك. أنت أول ما تجي البصرة يعني شو تشوف من عندها؟ هذه البوابة أحد الممرات التجارية للبصرة وأهمها، كونها تربط المدينة بالمحافظات المجاورة لها وصولا للعاصمة بغداد، وهذا يعطي لها الأحقية بالإعمار والتأهيل من واردات المنافذ المالية التي ذهبت إلى مشاريع أخرى وبعضها لا يزال في عهدة وزارة المالية. البصرة هي عاصمة العراق الاقتصادية، البصرة هي المغذى العراق، البصرة هي المدينة أم النفط، فلا بد أن تكون هنالك مداخل تليق بالبصرة، خصوصا المقبلين على بطولات أو استضافات رياضية خليجية، وهذه أيضا تنطي انعكاس وتنطي صورة إيجابية وصورة نمطية على أنه مدى تطور المدينة أمنيا اقتصاديا. ما يتعلق بموضوع البوابات، أيضا احنا عندنا أهم بوابتين، هي بوابة البصرة الرئيسية اللي باتجاه جامعة البصرة باتجاه القزيزة ومن أدخل البصرة، والبوابة الثانية هي من صفوان، على اعتبار أغلب الضيوف سوف يأتون من ناحية صفوان، على اعتبار هو الموضوع يعني مرتبط بين دول الخليج والكويت وما إلى ذلك، وعليه هذه أيضا جاهزة وحقيقة حاضرة لأن تكون ضمن الحدث الرياضي الكبير إن شاء الله. حاضنة بطولة الخليج تفتقر للمداخل والشوارع الرئيسية الحديثة، فبالرغم من أنها تستعد لاستقبال الوفود العربية والأجنبية لأضخم حدث كروي شهده العراق، لكن الصورة الأولية تدل على الإهمال والخراب. لا مفر لك من هذه المشاهد، فعند دخولك البصرة ستقارن حجم وارداتها المالية مع مداخلها الرئيسية. إيهاب المالكي الرابعة، مدينة البصرة.